عندي أختي معاقة ذهنيا ولها راتب من الدولة، هل يجوز لوالدي أن يتصرف فيه؟ إذا كان والدك محتاج يجوز، لأن أنت ومالك لأبيك. ثانيا، إذا كان الوالد يصرف عليها من في الأمور الخاصة بها التي ليست مثل نفقة الأكل والشرب ونحو ذلك يجوز. وكذلك لو كانت بهذه البنت عند أمها وأمها ما عندها إلا الضمان وتأكل وياها جميع، يحطون المال مكافأة البنت ومكافأة الأم ويأكلون جميع وليس عليهم شيء، لأن هذه أعطيت لهذه الفتاة لا لتخزينها، أعطيت لتأكلها، لأن هذا نصيبها من بيت المال، ولئلا يشعر أهلها أن هذه البنت عالة عليهم. لا، هذه البنت سبب إن شاء الله رزق لهم.